تمام. فنان مهري جدا والدنيا كلها، ربنا يخليه ان هو اخر شغل فيه شغل فيه وشغل فيه. وحاليا انا بعرض مسرحيات الانطاج لاسطوره مصر الاستاذ محمد نجم، ومشاركه الابطال ما شاء الله كتير، نجم نصار ونجم مكرم ونجم شريف نجم ابن الاستاذ محمد نجم، ومعانا كمان الاستاذ محمد نصر وشيماء حمدي في بدايه العرض الانطاجي على مسرح فندق المشير بمطروح. غير الانطاجي انا كنت عامل اغنيه واحده بس في مسلسل استاذنا الكبير استاذ محمد هنيدي ارض النفاق، والحمد لله كانت اغنيه موفقه وباذن الله اتعرضت في مصر لانها اتعرضت في السعوديه في شهر رمضان. المساحه ما بين الممثل المساحه بالنسبه من حيث ايه؟ يعني قد ايه قد ايه مطرب قد ايه فنان ولا فنان شامل، لانك كمان بتقدم استعراض. لا هو انا شغل يعني. انا اصلي يعني بحب الغنى، حياتي الغنى، ولكن التمثيل ده جالي فرصه من الفرص، وانا بحكم الحمد لله لما اشتغلت جنب اساتذه كبار فالواحد اتعود على الموضوع، وبقى دلوقتي برضه الواحد ما زال بيكتسب ويتعلم. انت ابتديت مع استاذ مين؟ قد ايه في الفن؟ كتير احنا لما بشتغل وانا عندي 8 سنين تقريبا. في شغل متفق عليه في ان شاء الله، والمفروض انا مضيت فيلم جديد مش هقدر اعلن عنه لان الموضوع سكريت قوي، بس هو مع الاستاذ محمد هنيدي ربنا يسهل يعني. في ان شاء الله فانا هيكون باذن الله على نهايه الموسم ان شاء الله. والله انا بقول لكل الناس احنا بنشكركم على الثقه اللي انتم بتدوها لنا ان تشوفونا وتسمعونا وتقولوا رايكم في عملنا، ودي حاجه بتدي الواحد طاقه تخليه يحاول دايما يركز اكتر ويبدع اكتر.